بخلاف المشكلات التي عانها الحجوج والتشاديون خلال نقلهم من مشعر منى إلى جبل عرفة وانتهاء بمشعر مزدلفة، ذلك نسبة لعدم توفير الحافلات من قبل شركة أبو سرهت، فإن عملية إسكانهم وتقديم الإعاشة لهم بمكة المكرمة منذ وصولهم إليها وحتى الآن فهي تسير بصورة جيدة، بحيث أن مجموعة الإسكان الشبابية التي تضم حوالي 40 شابا تشاديا بقيادة التجاني محمد الشريف لقد قامت بوضع استراتيجية جيدة لهذا الجانب. أولا حساب السراير في العماير جوا و الاستيكر حقت البيبان العدد الحجاج يكونوا في الغرفة كم، الاستراتيجية اللي بديناها قبل الحجاج ما يجي، بعد ما دول الحجاج قدرنا سكناهم كله في الغرف، وكل حاجة من يخش يكتب اسمه في الجدار في الباب، هذه من الاستراتيجية الأول بدينا فوقها. وعندنا دوام، في شباب يداوم من العصر إلى الصباح، يعني عندنا دوامين ومعانا في الساحة أي وقت الناس الكبار. الخدمات تسكين الحجاج والحجاج الضايين وتوزيع الموية في الأماكن الحجاج اللي ما عندهم موية وتوزيع الأكل للشباب، هذول هم قايمين بمهمة الشباب هذول. فالسنة الحمد لله مشاكلنا بسيطة من ناحية التسكين ومن ناحية توزيع الأكل، فما واجهنا مشاكل الحمد لله. التوعية اللي قميته بها في تشادي لنا نحن ساعدنا أكثر. هذه العملية المتعلقة بإسكان الحجاج التشاديين ومن ثم تقديم الخدمات لهم بمختلف الفنادق التي اختارتها لهم لقد تركت انطباعات جيدة لدى الحجاج. الحمد لله السكن كويس معنا، الحمد لله الناس القدام هنا الحجاج الحمد لله ما قصر علينا أي شيء، عندنا طعام عندنا شراب أي شيء ما قصر علينا الحمد لله. الحمد لله المكان تمام ما بقى أي حاجة، أكل وشرب ده الحمد لله عندنا نظامين فطور وعشاء، الفطور تمشي تشور من تحت والعشاء كذلك. جيت أيام سنتين هكذا لكن غرفة هذا ده نظيف مرة مع الأول ما صور ما شاء الله. الأوتيل كامل ولا غرفة بس؟ فالأوتيل كامل الهناك دخل أنا دخل مش شفته كله ما شاء الله ما عندي إيه. ما شاء الله أكل فيه شراب كل شيء إن شاء الله مكان إن شاء الله مكان ده عديل والله ما شاء الله تبارك الله. اللي أجركم اللي يخلي رئيسنا إدريس زيبي إن شاء الله اللي يخلي الله ما شاء الله مكان ده ما عنده أي حاجة الناس كله تمامين وإيه كلام كله تمام بصور الكاسر ما عنده ما شاء الله. للإشارة أن جميع الفنادق والتي يبلغ عدده 14 فندقا زائد فندق البعثة تقع جميعها قرب المسجد الحرام، بحيث يتمكن الحاج من السير إليه والرجوع منه مشيا بالأقدام، ذلك من دون استخدام سيارات الأجرة.